نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني مع نجمنا الكابتن القدير أحمد صبحي. صدقا الحديث عن هذا النجم طويل وذو شجون لما فيه من محطات مفرحة وأخرى محزنة، ورغم ذلك إلا أنه لا يختلف عن بقية نجوم تلك المرحلة، فقد شق طريقه مسرعا صوب الشهرة والنجومية، وبالتالي إلى يومنا هذا لا يزال في ذاكرة المحبين والمتابعين بعد المستوى الفني الرائع الذي قدمه آنذاك، فضلا عن الأهداف المهمة المميزة التي أحرزها مستغلا مهارته وسرعته الفائقة في هز الشباك. سنتابع ونستذكر معا بعض من اللحظات واللقطات الخاصة بالحلقة السابقة، نتابع ولنا عودة. تحياتي الكبيرة للكابتن القدير أحمد صبحي، وأتمنى له أن يكون بأتم صحة وعافية. هو أحد مفاتيح اللعبة الرئيسية وأحد مراكز القوة في الفريق، يعني كمهاجم. موهوب، يملك مواصفات اللاعب المهاجم الراقي. أهلا بك من جديد كابتن أحمد صبحي، نكمل حوارنا الشيق معك، لأن بالتأكيد متابعيك ومحبيك بانتظار ما سنتحدث به اليوم عبر هذا اللقاء للكشف عن رحلة طويلة ومشوار جميل مع الساحرة المستديرة. ربما سؤالي التالي فيه شيء من الشجن، أو ربما هو ناتج عن ألم وغبن، بحيث حضرتك أوصيت عائلتك للأسف بمنع رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم من الحضور عند وفاتك لا سامح الله. دعواتنا طبعا لك دائما وأبدا بالصحة والعافية والعمر الطويل، ولكن هل هذا الخبر صحيح ولماذا؟ نترك لك الإجابة وتحدد لنا عن الفترة من هم الأشخاص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الحالي أم السابق؟ نعم هذا صحيح، لكن الاتحاد السابق، واعترفت وصرحت أيضا صح، لأنهم بعيدين جدا عن رياضة كرة القدم، بعيدين جدا عن رياضي المشاهير الأبطال الذين مثلوا العراق أحسن وأفضل تمثيل، وهم بعيدين جدا عنهم، وهم بما معناه هم طفيليين، وهم نكرة، وهم جهلة لكرة القدم ولحتى الحياة الاجتماعية، وللأسف وصلوا إلى هذه المناصب الفعالة والحساسة بطرق غير شرعية، بالرشاوي وبالمساومات وبالتهديدات، وهذا ما اعترف به من قبل كثير من الإعلاميين وكثير من الوسط الرياضي في وقته، وأسفي أنه استغلوا وعاشوا فترة غير، مع الأسف أقولها، أنه لا يستحقوها. طيب نعم كابتن، يعني احنا اليوم بتاريخك وباسمك وبوجودك، من شخص الأسباب؟ كيف وصلوا إلى هذه المكانة؟ اليوم حضرتك، يعني اليوم أنا إذا تكلمت لربما كلامي له مساحة محدودة، لكن اليوم من يتكلم أحمد صبحي، هذا النجم الكبير والتاريخ والخبرة الكبيرة، من يتكلم على هذه الجزئية يجب أن نوضح أمور عدة للمتلقي. كيف وصلوا هؤلاء إلى هذه المكانة وهذا المنصب بحيث يتولون كل الأمور بمطلق الحرية وأنتم بعيدين كل البعد عن هذا المنصب؟ يعني حقيقة هو القانون أو النظام الداخلي لاتحاد كرة قدم ينص على بعض الشروط احنا ما نشملنا بها، يعني هذه ممكن، لكن هم كيف وصلوا؟ يعني شخصيات بعيدة جدا عن الرياضة وعن حتى المجتمع وصلوا إلى هذه المكان، معناته أكو
أشياء خطأ، أشياء غير شرعية. وللأسف هناك دعم غير رياضي من بعض الشخصيات في البلد أجبروا الهيئة العامة لانتخاب هؤلاء الأسماء الغير صحيحة، الغير جيدة، الغير كفوءة، الغير قديرة. يعني لو نتابع تاريخهم، من هم قبل ما يكونوا بالاتحاد؟ من هم؟ هل هم متواجدين مع المجتمع الرياضي الكروي؟ ما أعتقد هذا الشيء. فلذلك كل الوسط الرياضي الكروي كان بعيدين عن الالتقاء بهم أو التوسط عندهم، لأنه ما كانوا لا يستقبلون ولا يقدمون خدمة لأي لاعب كروي في حالة مرضه، في حالة احتياجه، عوزته. وصار اللي صار والحمد لله. ونشكر الأخ عدنان على هذا اللي العمل اللي قام به وأبعدهم من الساحة الرياضية. طيب كابتن أحمد، نرجو المعذرة، سنتوقف بين الحين والآخر مع ما قاله عنك المختصين بالشأن وأيضا زملاء الأمس، سنتابع ولنا عودة. الكلام عن الكابتن أحمد صبحي حقيقة لو تكلمنا عن كلاعب فهو واحد من جيل رائع قدم الكثير للكرة العراقية وترك أثر كبير أيضا بالأجيال اللي بعده. لاعب كان يتميز بسرعة وقد يكون هو الأسرع من بين أقران المهاجمين، ولاعب هداف، وكان لاعب مؤثر جدا مع الأندية اللي مثلها. تبقى المحطة المهمة جدا اللي قد لا يعرفها الجميع هي مساهمته في قانون منحة الرواد والأبطال الرياضيين اللي كان لها الأثر الكبير في انتشال ومساعدة الرياضيين السابقين. أحمد صبحي هذا النجم الوديع الهادئ المبدع الذي امتاز بجميع مواصفات النجومية، ولكنه بصراحة لم يأخذ استحقاقه الكامل مع المنتخب الوطني لامتلاكه العديد من المميزات: السرعة الفائقة، حسن التصرف داخل منطقة الجزاء، التحرك بدون كرة، القدرة على التفاهم مع أي لاعب. ولكن يعني مثل ما نعرف آنذاك كان يوجد العديد من اللاعبين النجوم، وأحمد صبحي كان لا يقل عنهم مهارة وذكاء وإبداع. هادي أحمد ماشي عندي الحال حياة طبرة، وماشي طبرة وطبرة هي محمد وماشي هنا بالأرض تلعب إبداع يا ولد أستاذ محمد هو الهدف الثاني. كنت الحالة صرح لنك الكرة بيجري لنك الكرة على صرح بيجري هو اللي سكن هدف الأراء وبيجري اللي يتعيش وقت هذه الكرة وتعايز انطرب أشوف إزاي كم إزاي مباشر أهلا بك مرة أخرى كابتن أحمد. أعتقد أن مباراة فريقك البلديات أمام الزوراء والقوى الجوية موسم 1977 تبقى هي الأجمل في مشوارك، والتي ربما لا تزال يعني عالقة في ذهنك ولا تنساها ابدا بحسب رايك، يعني هل صحيح؟ لماذا هذه المباراه؟ احسنت يعني ذاكرته قويه. حقيقه كان فريق الزوراء اخذ كاس الدوري العام قبل 77 وكمل المباراه بدون خساره الدوري، وبالدوري اللي بعده اللي احنا التقينا معهم ايضا كان ما خسران ولا مباراه. فكان فريق البلديات بالنسبة لفريق الزوراء يعني أقل منا مستوى، لكنه كانت المباراة قوية جدا وحققنا الفوز عليها وسجلت هدفين، وكانت أول خسارة للزوراء. وللأسف طبعا يعني لأنه أنا عاشق الزوراء، والمباراة مع الجوية أيضا سجلت بها هدف، أعتقد كان هدف الفوز، وكتبت عنه في وقت الصحافة هدف أحمد صبحي صاروخ سام 7،
إذا تذكرون كان أيام زمان سام سبعة. كابتن أحمد، نحن والمتابعون تواقون لسماع إجابات حقيقية عن مواقف حدثت مع نجوم الأمس ممن تركوا بصمة جميلة في حياتنا. سؤالي، في لقاء العراق وتونس عام 1975 ببطولة كأس فلسطين، انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكلا الفريقين. أنت حضرتك سجلت هدف العراق في مرمى الحارس الكبير عتوقة، لكن هنالك موقفا مررت به خلال المباراة وتحديدا مع الحارس الكبير عتوقة، هل بالإمكان تحدثنا عن هذا الموقف؟ نعم صحيح، هذه عندما سجلت الهدف تقريبا بالدقيقة 20، وكان أيضا هناك المعلق المصري المعروف حذر المنتخب التونسي من عندي، لأنه كنا لاعبين مباراة مع منتخب الإمارات، سجلت 3 أهداف وصنعت هدفين، فحذرهم بالصحف وأيضا بالتعليق، فحذر المنتخب التونسي من عندي. فلعبنا المباراة وأيضا كان هناك لاعب تونسي عمل لي حركات وضربني، لكنه الحمد لله الله وفقني وسجلت الهدف. بعد الهدف نعم أو بالشوط الثاني انفردت أو ما سجلت الهدف، فسقطت على الأرض. إجا عتوقة بعد ما انتقلت الكرة إلى ملعبنا، إجا عتوقة دي على أساس يحميني ويوقفني على رجلي من مبدأ الروح الرياضية على أساس سحبني من شعري، كان شعري بوقتها طويل، فسحبني وضربني لكمة بوكس على فتشي، فصار عندي إغماء حوالي 10 دقائق أو أكثر، وخرجوني خارج الملعب لكون الحالة يعني هذه معروفة عند الملاكمين، يصير ارتجاج فيصير إغماء، فهذه كانت حالة يعني مؤلمة جدا، ونقلوني بعد المباراة للمستشفى وأخذوا لي أشعة، لكن الحمد لله عدت. والله كابتن لو 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 مواجه محمد علي كلاي أحسن لك ولا عتوقة بعد البوكس. الله يرحم الاثنين. طبعا الحراس القدامى لهم مواقف طبعا وشراسة، بالتأكيد يريد يعني أولا يخوفك حتى بعد لا تسجل هدف آخر. كابتن، خلينا بتلك الفترة وهذا الزمن وتلك اللحظات الجميلة، في لحظة وموقف سابق أحمد صبحي لأول مرة يبكي بحرارة عندما خسر منتخبنا أمام مصر بنهائي كأس فلسطين في تونس، طبعا كانت النتيجة بهدف نظيف، هل تتذكر هذا الموقف وما أسباب بكائك وألمك الشديد؟ حقيقة الهدف غير مشروع، كان يعني مو نظيف، كان مشكوك به لأنه صار احتكاك مع الحارس، وهي هاي أولا. اثنين يعني احنا قدمنا مستوى جيد جدا، وكانت الصحف التونسية تشير إلى أنه المنتخب العراقي هو الأفضل في المباراة النهائية وهو من سيحصل على كأس البطولة، لكنه الفرص ضاعت، يعني أول ما ضيعت أنا يمكن فرصتين، الأخ فلاح ضيع فرصة، صباح عبد الجليل ضيع فرصة الله يرحمه، فلذلك تألمنا كثيرا. وهذه البطولة يعني كانت أول بطولة على مستوى عالي بالنسبة في تلك الفترة، وفقدناها وكنا ما نستحق أن نفقدها، وأني وكثير من اللاعبين وليس وحدي فقط بكينا كثيرا في غرفة الملابس الرياضية. نعم ممتاز كابتن، دعنا نستمع أيضا لما قاله البعض من أقرانك عنك، نتابع ولنا عودة. أحمد صبحي من اللاعبين المميزين في عقد السبعينات والثمانينات، لعب لأمانة بغداد ثم لعب لنادي الطلبة، وحصلنا سوية على لقب بطولة الدوري أكثر من مرة، كما أنه كان لاعبا مميزا في المنتخب الوطني وساهم في العديد من البطولات للمنتخب الوطني، وزامل العديد من نجوم كرة القدم العراقية في ذلك العهد. أيضا هو عمل مدربا في نادي الطلبة بعد تركه اللعب واعتزاله كرة القدم، عمل مدربا في نادي الطلبة مع السيد أكرم سلمان، وساهم في حصول النادي على لقب بطولة الدوري
عام 1985. أحمد صبحي من اللاعبين الجيدين والبارزين في نادي الأمانة، استدعاه المدرب الاسكتلندي داني ماكلينن سنة 1975 وأثبت جدارته مع المنتخب الوطني، وكان من اللاعبين الجيدين والبارزين أشادت به الصحف العربية والخليجية آنذاك، وكان ذو خلق رفيع، وأتمنى له الصحة والعافية بإذن الله تعالى. أهلا بك مرة أخرى كابتن أحمد. دعني أتكلم أيضا على الصعيد المحلي وتلك المرحلة المهمة، هل فعلا كنت تخشى المدافع عدنان درجال، بالإضافة إلى أنك كنت أيضا تحسب للمرحوم ناظم شاكر الله يرحمه حسابا خاصا في طريقة اجتيازه، كيف تولدت لديك يعني هذه الخشية منهما؟ بصراحة يعني أنا أقول حقك ولا ألومك من هذا التحسب، يعني لاعبين كبيرين في خط الدفاع. أنا ملعب ضد عدنان درجال، لكن ضد ناظم شاكر وحسن فرحان ورحيم كريم وضد عبد كاظم الله يرحمه، لعبت ضدهم هؤلاء العمالقة، لكنه ثق بالله وأقولها بصراحة، لن ولن أفكر بأي مدافع راح يلعب أو ألعب ضده. هناك طرق خاصة من قبل توجيه المدرب أقوم بها وأديها داخل الملعب، وما يهمني هذا اللاعب من ذاك اللاعب، لأنه أنا كانت عندي طريقة يعني الابتعاد والتخلص من لاعب الخصم، وأيضا التحرك بعدة اتجاهات داخل وسط الملعب يمين يسار بالأجنحة، فكنت ما أخشى المدافعين مع تقدير واحترامي إلى شخصياتهم وإلى مستواهم العالي جدا. ممتاز. طيب على صعيد مركز حراسة المرمى، من هو أصعب حارس مرمى واجهته بحياتك؟ والله كان رائد حمودي أصعب حارس مرمى. أها. نعم. طيب هدف لا زلت تتذكره، كيف كانت مشاعرك في تلك اللحظة؟ محليا مع نادي الزوراء مع الجوية، يعني هذا اعتز به دائما، ودوليا ضد منتخب تونس اللي تكلمنا عنه، وضد منتخب السعودية سجلت هدف بالعراق أشادت به حتى الصحافة الإنجليزية اللي كان مندوبهم في العراق، وأيضا سجلت هدف في ماليزيا ضد منتخب سوريا أيضا كانت بطريقة يعني جميلة جدا. على الصعيد الشخصي إذا ما خانتني الذاكرة أتذكر هدفك على المنتخب الكويتي خليجي 4 أعتقد، اللي فلاح حسن أرسل لك كرة جانبية وكرة رأسية، أنت كنت في زاوية وكان مدافع معك متلاصق، وكنت في زاوية صعبة في حالة جمب ومع تغيير جسمك واتجاه الكرة، أنا أشوفها من بين أجمل الأهداف، هاي وجهة نظري. نعم نعم هو هذا يعني نسيته، بس هو هذا كان أنا بالنسبة لي أعتز به، ليش؟ سجلوا علينا هدف بالدقيقة 80، تعرف أنت النهائي وسجل عليك هدف مبكر يعني راح يصير قلق عند المنتخب المقابل، فأني سجلت الهدف بالدقيقة 9، يعني أعطيت وعاديت الثقة لمنتخبنا، ثانيا عملت إحباط إلى المنتخب الكويتي حتى لا يكون يسجل ثاني، وأيضا عندي ملاحظة كان قبل فترة على أحمد اللاعب الكبير تحياتي إليه، دز لي مقطع مع رونالدو ولو بلا تشابيه يعني ما أشبه به، دز لي رونالدو من قفز هذه القفزة الأخيرة مع يوفنتوس، فسجل الهدف بضربة رأس، فقال لي أنت هذا هدفك مثل هدف رونالدو مثل هدفك مع الكويت، أنت صعدت جمب عالي جدا، قلت له لا تقارن، ما يجوز ترى مقارنتي بيه هذا، قال لا الطريقة هي يعني لا هي الطريقة. هي الطريقة، كل شيء في وقته وفي زمانه هو إلى رونقه وإلى جماليته وطبعا تميزه الخاص. كابتن أجمل مباراة خضتها، لماذا كانت الأجمل؟ يعني دوليا أجمل مباراة لعبتها
ضد منتخب تونس عام 75، نهاية 75 يعني، لأنه كانت مهمة جدا، لأنه رشحتني للانتقال إلى مباراة النصف النهائي أولا، ثانيا مكانة المنتخب التونسي في وقتها كان مرشح أو كان لكأس العالم، والنجوم اللي مثلوا المنتخب التونسي أيضا وعلى أرض تونس، وكان من مشاهير تلك الفترة طارق ذياب الآن المحلل. نعم الجزيرة. نعم نجم كبير طارق ذياب. فكان وهو اللي صرح بعد المباراة قال إنه هذا اللاعب العراقي رقم 10 ما يعرف اسمي، قال هذا أفضل لاعب عربي شاهدته، هذا يعتز به. كابتن لو عاد بك الزمان من جديد هل ستختار لعبة كرة القدم؟ نعم تبقى كرة، تبقى على كرة القدم، كرة القدم والسباحة والساحة والميدان ألعاب القوى كرياضة كرة قدم، يعني حتى المهن الأخرى ما تختار أي مهنة؟ لا 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 أبدا. بالفطرة بالفطرة أنت لاعب كبير وبالفطرة أنت متميز. كابتن لا لو لا لولاها ولولا فضل من رب العالمين لما كانت الرافدين وبلال يتابعوني ويشكروني. كابتن أحمد صبحي أشكرك شكر الجزيل لتلبيتك الكريمة للدعوة والحديث بكل صراحة عن ذكريات الماضي، هل لك كلمة أخيرة؟ حقيقة أني أتقدم بالشكر الجزيل والاحترام والتقدير والامتنان إلى كل من يتابعني ويسأل عني، وجميع جمهورنا العزيز جمهور كرة القدم أيضا اللي يسألون ويتابعون عني، وشكر الجزيل الذي لا ينسى إلى أستاذي العزيز الأستاذ الحاج أكرم أحمد سلمان. الله يبارك بك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الكابتن. شكرا للكابتن أحمد صبحي الرياضي الخلوق والفذ في عالم كرة القدم العراقية الذي كان معنا عبر السكايب من بغداد، فشكرا جزيلا له. إذن هكذا انتهت قصة أحد نجوم الأمس بعد أن قدم الكثير وعمل كل ما بوسعه من عطاء ليترك أثرا واضحا لا يمكن أن ينمحي من ذاكرة محبيه والمتابعين، بعد أن غازل المشاعر بهز الشباك شباك الخصوم وسجل أهدافا جميلة جدا على منتخبات لها وزنها على الساحة القارية والعربية، فضلا عن دوره مع فريقي الأمانة والطلبة بعد أن مثلهما في الدوري الممتاز والذي كان ساخنا جدا وله متابعة واهتمام كبير من مختلف الأجيال. على الموعد المقبل نلقاكم بإذن الله مع شخصيات رياضية جديدة، وطبعا هنالك أحداث جديدة أيضا مرتبطة مع الشخصيات التي سنقوم بالتحاور معها. هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.